لاف سي لوس انجلوس، وكان ايضا لاعب لهذا النادي النني، ولعب له طبعا نجمنا محمد صلاح وراسيه، وهدف اول، هدف اول عن طريق اللاعب امامنا جوندوجان. جوندوجان امامنا بيسجل اول اهدافه في دوري ابطال من الركله الركنيه، يسبق امامنا فابيان فراي امامنا هذه الكره. بص شوف امامنا كيفن دي بروين عملها حلوه قوي، وشوف بقى الراجل راح قطع على القائم القريب لكن لف راسه ووجه الكره في زاويه صعبه جدا. جوارديولا والبطولات والالقاب، وادي الانطلاقه والمحاوله هنا من جانب ستيرلينج والكرات العاليه، ومكمل حلوه قوي برناردو سيلفا. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على اللمسه، يا ولد على اللمسه، يا ولد على اللمسه، كره من ستيرلينج لبرناردو سيلفا اللي بيسجل الهدف في الدقيقه 18 القادم من نادي موناكو، اللي بيسجل هذا الهدف امامنا. بالمناسبه هو خامس اهدافه هذا الموسم لكن اول اهدافه في دوري الابطال. هذه الكره مش قويه صحيح لكن مركونه، حاول عليها تشيكي باشليك ولكن هنا بقى دون رقابه دون حصار، وهنا بقى ريبيروس يعني الباراغواياني وهو لعبها ايه عاملها. اللاعبين اللي رحلوا انضموا الى صفوف نادي سيفيا الى نادي اشبيليا. ادي انطلاقه بجانب فرناندينيو تصل الى كون اجويرو. اجويرو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يثبت حارس المرمى ويضع اجويرو. ما هذه المتعه، ما هذه الروعه، هي الهدف في 10 مباريات اللي اتلعبوا في 2018. وادي امامنا هو رقم 14 وهدف الرابع في مباريات دوري ابطال اوروبا، سجل في فاينورد ونابولي وشختار. وقف الاعوام الاخيره في الفوز بثمان القاب في الدوري متتاليه وتواجد في دوري ابطال اوروبا اخرها كان في النسخه الماضيه. واحده حلوه يا ولد يا جوندوجان، يا ولد يا جوندوجان، يا ولد يا ولد يا جوندوجان، الفرصه للتسديد. ويعني من لعب كما قيل انه مصاب بنادي دورتموند ولكن راهن عليه، العام الماضي لم يشارك كثيرا ولكن في هذا العام اهو يشارك ويتالق هنا ويسجل الهدف الثاني لي في هذه الليله والرابع في